بعد يوم مفصلي غير شكل السودان، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخرج ليضع النقاط على الحروف. البرهان وخلال مؤتمر صحفي انتظره الجميع كشف كواليس الأيام والساعات الأخيرة قبل اتخاذ قرار حل مجلسي السيادة والوزراء، كشفاً عن تقديم المكون العسكري 3 خيارات لعبد الله حمدوك من أجل حل الأزمة، وكلها قُبلت بالرفض من قوى الحرية والتغيير على حد قوله. واتهم البرهان القوى السياسية بتكبيل حمدوك. تحدثنا مع الأخ رئيس الوزراء، طرحنا 3، حقيقة إن طرحنا 3 خيارات للتعامل مع هذه الأزمة. الخيار الأول، تحدثنا عن ضرورة جمع كل القوى السياسية الذي توسع الماعون بتاع المشاركة، وأن كلنا نجي نقعد مع هذا المؤتمر الوطني. إحنا كلنا متفقين أن المؤتمر الوطني لا مكان له. هذه المبادرة أفشلتها مبادرة طاعة الصداقة، وأفشلتها المبادرة بتاعت رئيس الوزراء، لن تستطيع أن تجمع هذه القوى السياسية. وفيما يخص مستقبل العملية الانتقالية، أرسل البرهان رسائل تطمينية مؤكداً عزم الجيش إنجاز عملية الانتقال الديمقراطي بمشاركة مدنية كاملة وتشكيل الحكومة المقبلة من كفاءات وطنية مستقلة، إضافة إلى مجلس تشريعي يضم شباباً ممن شاركوا في الثورة. القائد العام للجيش السوداني فاجأ الجميع بكشفه عن مكان تواجد عبد الله حمدوك، إذ أكد أنه يقطن حاليا بمنزله أي بدار الضيافة، وأنه سيعود لبيته عندما تنتهي أي أخطار تهدده. الأخ رئيس الوزراء كان موجود في منزله، لكن نحن خشينا أنه تحصل له أي ضرر، وهو موجود معي، قاعد معي في البيت، موجود في غرفة الضيافة، موجود معي في البيت، وأنا أمح كنت قاعد معه المساء، وهو موجود يمارس حياته بصورة طبيعية. متى ما استغرت الأمور أو متى ما التهديد زال والمخاوف زالت بيرجع إلى بيته، لكن هو موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر. ولم يمض الكثير على تصريحات عبد الفتاح البرهان حتى أفاد مصدر عسكري سوداني بإطلاق سراح حمدوك وعودته إلى منزله. وفي خضم التطورات التي عصفت بالبلاد، أكدت وزارة الإعلام السودانية أن سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا أعلنوا انشقاقهم، معبرين عن رفضهم للتحركات الأخيرة للجيش.